السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالحديقة المائية اللي تقع في ولاية بسكرة واللي تعد أكبر حديقة مائية في إفريقيا وبدون منازع والتي الحديقة التي تم فتحها في 2017 وتم تصميمها من طرف واحد من أكبر المهندسين الجزائريين الذي يعيش في ألمانيا واللي صمم عدة مشاريع في ألمانيا والشرق الأوسط في دبي و عدة دول. إذن هذه الحديقة المائية هي أكبر حديقة في الجزائر وفي إفريقيا وتقع في الجنوب الجزائري وبالضبط في ولاية بسكرة بالقرب من مدينة بسكرة واللي تم كما قلنا الانطلاق فيها في افتتاحها وتدشينها في 2017 وتم غلقها في الفترة تاع الكورونا. إذن الآن تعيد الحياة إلى هذه الحديقة الرائعة العام اللي فات في 2022 والآن تعرف رواج كبير جدا في الجنوب الجزائري ونترككم تتمتعون بهذه الصور الرائعة من هذه الحديقة الجميلة والسلام عليكم. على مساحة 11 هكتار تمتد حدائق الزيبان المائية التي تعتبر الوجهة الأولى لسكان ولاية بسكرة والولايات المجاورة لما توفره من خدمات ترقى إلى مستوى حدائق مائية بهذا الحجم. Il y a beaucoup d'activités, on ne peut pas s'ennuyer. Il y a plein de trucs à faire, des grands toboggans, plein. Je suis plus que familial, je suis là, je suis là, ça fait plaisir que tu fais Biskra. Biskra, c'est la première fois que j'ai dit que tu as fait Biskra. اكثر من 30 لعبة مائية وأربعة مسارح بأحجام مختلفة مكنت هذا المرفق السياحي في من جذب عدد هام من الزوار. C'est l'un des plus grands au monde. Je dis bien au monde et non pas uniquement d'Algérie. Il est assis pratiquement 11 hectares. Donc les 11 hectares constitués spécialement de bassins d'eau, il y en a une dizaine et dans une rivière, une ligne à vagues. La rivière elle fait pratiquement près de 700 mètres pour bien des randonnées à bord de bouées qui traversent et qui vont traverser toute la rivière. Nous disposons également de 32 toboggans. Comme يعمل اصحاب الى 50 هكتارا باضافه مدينه العاب فنادق تجاريه دون المساس بالطابع المحلي للمنطقه ذلك بالحفاظ على مساحات النخيل المزروعه.